النهارده قمت بتفقد لمدينة البلود بالروبيكي، ومجمع البلود بالروبيكي من المفترض الدولة تم أنشأته علشان تقنن وضع أصحاب المدابر اللي كانوا موجودين في مجرى العيون، وتتيح ليهم وحدات إنتاجية تم تصميمها على أحدث طراز لتطوير هذه الصناعة. النهاردة لما تفقدت العديد من أصحاب المدابغ، أول حاجة إيجابية لفتت نظري طبعا الإيجابية، لأن العملية الإنتاجية مستمرة، ودي حاجة في حد ذاتها حاجة بصراحة، يعني حاجة احنا دايما بنحرص عليها كدولة وكوزارة التجارة والصناعة، إن العملية الإنتاجية لا تتوقف. من خلال تفقدي رصدت برضو، مش عايزة أقول مخالفات، ولكن بعض التجاوزات، وخاصة فيما يخص الحاجات الهندسية، إن إقامة بعض التندات بدون موافقات، إقامة بعض الأبنية الخاصة بالعمل الإداري، ولازم كل صاحب مشروع وأي مستثمر يعي تماما ما تقدمه للدولة من خدمات، ولكن على الجانب الآخر الالتزام بالشروط وبالموافقات، وإن أي مخالفة لهذا لن تتوانى الدولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذه التجاوزات.